الجمهوريين مش معترضين بشكل كامل على الخطة، لكن ميت رومني كان أول صوت ضد خطة بايدن. هلأ بنحكي شو صار. أنا اسمي إيهاب، هاي الوراء اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لقيكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. اليوم الدنيا مطرت في فينيكس، فإجتني سعادة وإلهام إني أعمل فيديو جديد، حتى لو بس بدي أطلع وأضل ساكت، بس أهم شيء أطلع عليكم عشان طولت كتير. واليوم بالليل حامل بث إذا حابين تشرفوني. نبدأ هذا الفيديو بلايك، هذا بيساعدني وبيساعد القناة كثير، فشكرا كثير لكم مقدما. اليوم حتكلم عن ميت رومني وكلامه عن خطة بايدن، بعدها حتكلم عن القرارات التنفيذية اللي حيوقعها بايدن اليوم، أو مش اليوم، الأسبوع هذا. هتكلم عن بيرني ساندرز وكلامه بخصوص تمرير الخطة، وبعدها هنتكلم عن اللقاح وكورونا وهالقصص اللي تعبتنا. نبدأ مع ميت رومني. ميت رومني سيناتور جمهوري من ولاية يوتا، وشخصيته قوية كثير لدرجة انه كان ضد ترامب في معظم الاحيان. هذا اشي بصراحة كبير كثير انك تكون ضد ترامب وجمهوري، الله يعطيك العافية. اليوم كان عنده مقابلة مع كريس وولس على قناة فاكس نيوز، وتكلم عن سعر الخطة الجديدة، انه صادم كثير، لكنه كان مبين انه منفتح لاجزاء من الخطة بس مش كلها، وهذا شيء طبيعي جدا. كريس بدأ بسؤال جميل، انه شو الاجزاء اللي ما بتوافق عليها في الخطة؟ فكان اول شيء حكاه رومني هو انه ما بيحبذ يكون في خطة جديدة مباشرة بعد ما مرروا خطة في شهر ديسمبر الماضي. يعني شهر ديسمبر تقريبا احنا قربنا من نهاية واحد، يعني الخطة ملهاش شهر، وقيمتها كانت 900 مليار، شو بدنا نصرف اكتر من هيك؟ لكنه لسه شايف انه في شغلات وارد انه تصير وانه يوافق عليها، وحكى انه حيسمع كلام من ممثلي البيت الابيض اليوم عشان يفهم اكثر عن ابعاد هاي الخطة وشو الشغلات اللي ما كانت في الخطة السابقة، وما حيكون عنده مانع انه يعتمدها. على الاقل بده يسمع، لكن بعض الناس قرارهم جاهز، هو عارف ايش بده وايش ما بده، لكن سياسة. ميت رومني بيحكي انه الرئيس بده يمدد مساعدات البطالة للناس اللي قاعدة في البيت ومش قادرة تشتغل، وعلى حسب كلامه هذا شيء مقنع، وانه الرئيس بده يدعم الولايات والمحليات بسبب نقص المدخول في ميزانياتهم بسبب كورونا. القصد من الكلام انه الناس ما بصرفوا اكتر، فما في تاكسز، سيلز تاكس بروح للولاية، فما في دخل بيجيهم، فبدهم يعوضوا هذا النقص في الدخل. وكل هذا طبعا صار بسبب كورونا، وكورونا ما إلنا احنا دخل فيها، اجت لحالها، وهذا اشي مفهوم لإلنا، لكن السعر على الخطة لسه كبير وصادم. بعدها علق على موضوع تعليق مشروع انبوب النفط لشركة كيستون اكس ال، وانه بيشوف انه حيضرب الناس وحيخليهم بدون شغل، وانه حيخليهم زعلانين ومعصبين. الحمد لله انك مهتم كتير في الموضوع يا ميت رومني. طبعا هذا اول شيء معلن من طرف الجمهوريين بخصوص الخطة الاقتصادية، نشوف في المستقبل ايش حيحكوا كمان. هلأ اللي انا بشوفه انه حيصير انه بايدن داخل بقوة، خلال اول فترة رح يحاول يحقق اكبر عدد من الوعود، ورح يحاول يمرر موضوع الـ 1400 دولار شكل تحفيز الاقتصاد كاول بند في اول مشروع حيقدر يمرره، لازم يمشي الخطة ويكون فيها الشك. الجمهوريين نفسهم عندهم مشاريع والشغلات اللي بدهم إياها بغض النظر عن الخطة نفسها، فأكيد رح يتعاونوا مع الديمقراطيين عشان يمرروها. موضوع الشكل 1400 دولار رح ينعرض على مجلس النواب في أول أسبوع من شهر فبراير، وهذا خبر كثير كويس وممتاز. التقديم على الـ PPP loan الخاص بـ small businesses حيكون متاح لأي شخص كان يشتغل لنفسه، أو كان يشتغل في أوبر أو ليفت، أو حتى كان بيعمل فيديوهات على اليوتيوب. لكن في شغلة واحدة لازم يسويها، وهو انه يثبت انه كان عنده دخل من هذه الشغلات قبل يوم 15 فبراير 2020. مجلس الشيوخ زي ما قلت قبل وافق على تعيين لويد أوستن كوزير للدفاع، لكن في مقطع لازم تشوفوه. شوفوا. هذا المقطع تقريبا قبل سنة، بس شوفوا كيف كان منظر مكانل وهو بتطلع حواليه. أوستن بس ما حب يسلم على ميتش مكانل، يعني ما بده،
بصراحة موقف كتير قوي وجميل، كتير عجبني الفيديو. هلأ بخصوص جو بايدن والقرارات اللي حيوقعها الأسبوع هذا، قبل فترة بسيطة جو بايدن وقع قرارات تنفيذية بيحمي فيها الأشخاص اللي بتجيهم مساعدات البطالة من إنهم يخسروها في حالة إنهم رفضوا عرض وظيفة إجاهم، وهي خطوة مهمة كثير، لأنه هيك هو بيحمي ناس عندهم حالات مرضية ممكن تتطور وتصير أصعب في حالة إنهم اتعرضوا للفيروس، وقعدتهم بالبيت هتكون أفضل شيء لإلهم. يعني مش معقول الواحد يكون مثلا عنده مرض قلب أو رئة أو شيء زي هيك ويروح على الشغل عشان ما يخسرش مساعدة البطالة. يعني يا بتاخد كورونا وبتموت يا مساعدة البطالة بتنقطع عنك. فقرار بايدن راح يحميهم، وهذا شيء كتير 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 كويس. كم مرة حكيت كلمات كتير. لكن اللي حيصير هو إنه بايدن حيوقع قرارات جديدة هذا الأسبوع. مثلا يوم الاثنين حيوقع قرار تنفيذي بطلب من الوكالات المحلية إنها تستخدم مواد وأدوات وخدمات من شركات أمريكية وتعطي الأولوية للعمال الأمريكان. اصلا بايدن خلال حملته الانتخابيه حكى انه بده يجيب استثمار بقيمه 400 مليار دولار، وتوقيع القرار هو شغله عشان يقدر يحقق وعوده طريقه. وكمان بده يشدد القيود على التحايل اللي بيصير من بعض الوكالات عشان يشتروا مواد ارخص من برا، ونفس هذا القرار ترامب سواه في اول شهر له في المكتب. فيعني مش إشي جديد، باي امريكان، اشتري الشغلات والمنتجات الامريكيه. يوم الثلاثاء بايدن حيوقع قرارات خاصة بالتسوية بين الأعراق، وحيكون له علاقة بالمعدات العسكرية اللي بتستخدمها الشرطة، وكمان تحسين السجون، وحيوقع قرارات تتعلق بالتعامل مع السكان الأصليين والتنسيق بينهم. وأهم شغلة هو أنه بده يحمي الأمريكان من أصل آسيوي، خاصة بعد مشكلة كورونا. يوم الأربعاء بايدن بده يوقع قرار خاص بالمناخ في يوم الأرض، فحيكون فيه هذه القرارات شوية قرارات بتساعد على التخفيف من مشكلة المناخ، وإن الوكالات تعمل قراراتها بناء على العلم والدليل. هاي خطوة ثالثة بعد خطوة الأولى برجوعه لاتفاقية باريس، والخطوة الثانية بعد إيقاف خط النفط، وشكلها لسه حنشوف أكتر من هيك، فالموضوع هذا كبير شوي. يوم الخميس بايدن بده يوقع قرار خاص بالصحة العامة، وهي لها علاقة بشغلات الإجهاض ووقف دعم المنظمات الخارجية اللي بتساعد في هيك موضوع، وكمان بده يحاول يعدل Affordable Care Act أو المعروف بأوباما كير. يوم الجمعة حيوقع قرار خاص بالهجرة، هو إنه بده يركز على الأمور اللي بتصير على الحدود، زي لما يجي شخص يطلب اللجوء وطريقة التعامل معاه، ويستثمر أكثر في حل مشكلة الهجرة عن طريق يشوفوا شو المشاكل اللي بتعاني منها الدول في أمريكا اللاتينية. وكمان بده يوقع قرار يجمع العوائل مع أطفالهم عن طريق إنه يعمل مجموعة هيك من الشرطة عشان تشرف على هذا الموضوع وتحله. وكمان بده يوقع قرار يراجع موضوع public charge ويشيل أي عوائق في طريق الهجرة أو حتى اللي بياخذوا الجنسية. وكمان في موضوع ممكن يكون في هذا القرار، وهو إدارة خاصة للاجئين الريفيجيز. هلأ بخصوص بيرني ساندرز، بيرني تقريبا صار قصة الإنترنت في يوم ما بايدن أقسم القسم وصار الرئيس. كل اللي كانوا لابسين آخر ملابس الموضة وكانوا ولا شيء جنب القفازات اللي عملتها المدرسة في مدرسة في فيرمونت لبيرني ساندرز. بيرني ساندرز كان في مقابلة مع دانا باش على قناة CNN، وحكى انه هو والديمقراطيين راح يستخدموا طريقة تسوية الميزانية عشان يقدروا يمرروا اي اشي له علاقة بالدين او بالصرف او بالضريبة. اللي صار في سنة 2017 الجمهوريين استخدموا هذا القرار عشان يمشوا خصم بالضريبة للاغنياء، وقتها بيرني ساندرز كان ضدهم وضد استعمالهم لهيك طريقة. المهم انسأل انه ليش هالمرة بدك تستخدم شيء انت كنت معترض عليه قبل. حكى انه هو كان ضد استخدام هاي الطريقة في مساعدة الاغنياء، وانهم ياخذوا فيها مساعدات لهم في ضريبتهم، لكنه مش ضد استخدام هاي الطريقة، طريقة تسوية الميزانية، عشان يمرر مساعدات للعوائل والاطفال والمسنين. فاذا كانوا حينتقدوه فينتقدوه، ما عنده اي مشكلة. فبرافو عليك يا بيرني ساندرز. هلا بخصوص حالات كورونا في أمريكا، ديبرا بيركس قاعدة تتنفس الصعداء وتتكلم عن الشغلات اللي صارت في إدارة ترامب، ومنها أنه ترامب كان يستلم مجموعتين من المعلومات، المفروض المعلومات الخاصة بكورونا تكون ثابتة ووحيدة وما في غيرها، بس هو كان يستلم مجموعتين اثنين، فعشان هيك كان في كتير قرارات سيئة في الماضي. المهم للأسف سجلت أكثر من 172 ألف حالة إصابة جديدة يوم امبارح، وبهيك إحنا صرنا خطوة عشان نوصل لرقم 25 مليون إصابة في أمريكا. حالات الوفاة كانت عند 3332 حالة وفاة للأسف،
وبهيك احنا تعدينا ال 415 الف حاله وفاه لهلا. امبارح انسالت على الخاص عن احسن طريقه لدعم قناتي، والجواب انا حبيت يكون بالعام عشان الكل يساعدني بهذه الشغله، هو انكم تشوفوا فيديوهاتي للاخر، هيك بتعطوا اشاره لليوتيوب ان الفيديوهات تاعتي مفيده وان اليوتيوب لازم ينشر الفيديوهات لاكثر عدد من الناس، فبتمنى تساعدوني بهذا الشيء. وحسوي بث بالليل كمان بذكركم، وكمان ما تنسوا تعطوا فيديو لايك، تنشروا بين اصحابكم، تشتركوا بالقناه اذا ما كنتوا اوريدي مشتركين عشان اقدر اوصل ل 7000 مشترك مع نهايه شهر فبراير. شوفوا كيف طموحي على قدي. ان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي انا وسكاي. تحياتي للجميع، سلام.